عملية تاع تشجير واسعة وماهيش أول عملية إن شاء الله. طبعا أحسن وسيلة باش تحارب التصحر هي التشجير، وراكم تشوفوا معنا جمع غفير من المواطنين اللي راهم يقوموا بعملية التشجير معنا. إذا هي عملية كبيرة راح تشهدها عدة مناطق من جنوب الولاية، لازم تتبع بالموارد المائية، لازم تعبئة الموارد المائية سواء عن طريق الآبار الجوفية أو عن طريق السدود. وطبعا كاين فيه في بداية عملية التشجير راح نستعين بالشاحنات للسقي.